طلعنا احنا من اجل ليس شخص دكتور ميثم بقدر ما خرجنا الى ساحة نقول من اجل الانسانية ومن اجل حرية ومن اجل الوطن. ميثم جزء من هذا الوطن. ميثم صوت. وعلينا ان نشجع هذا الصوت من اجل الكرامة ومن اجل الانسانية ومن اجل الحياة الحرة السعيدة اللي يتمناها كل مواطن. الحياة واسعة بمن نبدأ وبمن ننتهي. اعتقال الدكتور أو بالأحرى اختطافه، لأنه لو عرفنا الاعتقال وعرفنا أنه بأمر قبض لعرفنا الجهة التي موجود فيها، إلا أننا لن نعرف لحد الآن مصيره ونجهل مكانه، وعندما نسأل لا جواب يقنعنا. نعم، يوم الاثنين الساعة 7:15 تقريبا أكمل واجبه في العيادة الخاصة مالته في منطقة الشرطة الرابعة، وخطف من أمام العيادة وتركوا سيارته، والسيارة كانت غالية الثمن. فلو كان المختطفين كما يروجون سراق مثلا، كان سرقوا سيارته أو سرقوا حاجيات إليه، ولكن اللي أخذوه أشخاص مسلحين وبدون أي أمر قبض وبدون أي سؤال أو جواب، مجرد أخذه. يعني عرفنا وراء دقائق من الاختطاف ماله أنه هو غير موجود بالعيادة بالوقت اللي هو هسه طلع من العيادة واختفى. فهو حالة اختفاء، حالة اختطاف. طيب ما دورتوا عليه بالسجون بالمراكز؟ هل أكو السجن يعطي أسماء موقوفين بسهولة؟ وبالرغم من أنه هو إنسان يقول الوطن، مجرد أنه كلامه كان وطن. هو صحيح طبيب مو، ولكنه ليس طبيبا، هو إنسانا، هو فيلسوفا، هو بروفيسور بالجلدية، هو مسؤول عن البورد العربي في بغداد، يدعوه جامعات عالمية لإلقاء محاضرات. هو روائي وهو شاعر وهو قاص وهو كاتب، ولكن عندما يكتب رصاص، وعندما يقول لهيب من النار، كله من أجل الوطن. خطف لأنه قال أنا عراقي، وخطف لأنه قال نريد أن نصبح كباقي الناس، أريد أن أصبح إنسان. الإنسان يحتاج إلى حرية، يحتاج إلى ملبس، يحتاج إلى مأكل. أين يذهب العراقي عندما لا يوجد شيئا؟ ليس لديه إلا صرخة، آه يا وطن وآه يا عراق و لله الشكوى. نطلب من المسؤولين سواء اللي تحت ايديهم او اللي اعلى من عندهم ان يطلقون سراحه من اجل عائلته، من اجل بناته، واحده صيدلانيه والاخرى طبيبه، وهذا القلق اللي موجود في عائلته وفي عشرات العوائل من اقربائه. اريد ان نخفف من هذا الالم ويطلقون صراحة، ونشكر كل شخص مهما كان عندما يساعدنا على إطلاق صراحة. هي وقفة عامة من أجل الوطن، وخاصة من أجل
اسم عراقي أصيل، ناشط مدني وشخصية مرموقة في المجتمع، طبيب وروائي أديب، استطاع أن ينذر جزءا كبيرا من حياته لنصرة المظلومين. قلناها سابقا ليس بصورة شخصية فقط بل باسم كل أدباء الوطن، قلناها بأن هذه الأساليب التي انتهجت بحق القوى المدنية، بحق الناشطين، بحق المتظاهرين، هي أساليب مرفوضة وأساليب لا تموت للإنسانية بصلة. الشهداء الذين سقطوا جراء هذه التظاهرات التي خرجت للمطالبة بالحرية، للمطالبة بالاقتصاص من الفاسدين من أجل وطن حقيقي، احتجاج على كل هذا السوء الذي يحيط بنا، تجابه بالرصاص الحي. هذه هي الأمور السيئة. يختطف شخص مرموق، وليس دكتور ميثم وحده، شخصيات أخرى أيضا عانت من الاختطاف وتختطف بصورة يعني كما نقول أمام مرأة قوى ودول وبلد. أريد أن أعرف ما نتائج التحقيق، ما الذي توصلت له هذه القوى، كيف نستطيع أن نوصل الصوت إلى الآخرين. مطالبة بقوة بالإفراج عن الدكتور ميثم الحلو، بفتح تحقيق عاجل وحقيقي لمعرفة المختطفين، له عائلة، له أهل، له ناس، له وطن ينتظره، باسم كل أدباء الوطن، باسم كل المواطنين، باسم الشعب. لن نرضى بهذه التصرفات السيئة وهذه التصرفات التي تسيء للعراق، مما جعل العراق يخرج خارج إطار منظمات حقوق الإنسان. الحقوق المنتهكة داخل هذا الوطن الكبير، الحرية والنجاة والسلامة أن يعود لأهله ولناسه ولوطنه، للدكتور ميثم الحلو. يعني ربما الوطنية أصبحت تهمة، بحيث يعني صاروا يختطفون الوطنيين، يعني لا تهمة له سوى أنه أحب العراق. لا أظن بأن أحد في هذا العالم كله سوى أنه يحبه بصدق كما هو يحب الآخرين. لذلك هنا الاستغراب، وهنا الاحتجاجات، وهنا الأصوات التي خرجت لتطالب بالحرية والإفراج ومعرفة مصير الدكتور ميثم الحلو، لأنه محبوب من الجميع وأحب الجميع. ننتظر ولن نسكت، ونطالب وسنبقى متواصلين على هذا المنهاج الوطني. هذه الوقفة هي وقفة احتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير الدكتور ميثم الحلو الذي مضى على اختطافه ما يقارب 15 يوم، ولم نعرف لحد الآن الجهة التي اختطفته وما هي التهمة الموجهة إليه، وهل عرض على قاض، وهل تمت أخذ أقواله، وهل تم إلقاء القبض عليه بمذكرة رسمية. نحن المفروض أن نعيش في دولة مؤسسات وفي دولة قانون، وهذه الأحداث التي تجري هي مخالفة لكل الأعراف والقوانين. المسألة مجهولة لحدها، ونحن لا نعرف شيئا. نحن نطالب بمعرفة مصيره وما هي الجهة التي اقتادته. أعتقد الجميع الحضور الموجودين هنا يعرفون الدكتور ميثم الحلو، أما بمعايشة شخصية أو في مكان العمل وفي نشاطاته الاجتماعية والسياسية، ويعرفون أنه رجل مسالم، وأنه إنسان مثقف، وأنه أكاديمي، وبعيد عن كل أشكال العنف والتطرف، بل هو دائما يدعو إلى العقلانية. الحقيقة هي الوقفة وقفة احتجاجية بسبب اعتقال تغييب واختطاف دكتور ميثم الحلو، اللي هو اختصاص أمراض جلدية وناشط مدني حقيقة وعقل تنويري فذ. تهمة ماكو، لو أكو تهمة موجهة للدكتور ميثم كان أعلنوا عن مكان وجوده، بس لأنه دكتور ميثم وأمثاله ما عندهم مخالفة قانونية، ما عندهم جرم معروف، ولذلك يتم اختطافهم وتغييبهم، وهذا ينشأ من عقلية سلطوية دكتاتورية، ما تعرف شلون تتعامل ويا الشعب، ما تعرف شلون تتفهم مطالبه. ميثم الحلو الحقيقة أنا أكدت على صفحتي بالفيسبوك أنه الرجل صار له أكثر من سنة ما ينشر أي شيء سياسي، ما ينشر أي شيء له علاقة بالشأن العام، عنده مشاكل الخاصة، ومع ذلك اعتقلوه، وما نعرف إحنا حقيقة أصدقائه وزملاء البقية ما نعرف وين صار. مرة يقولون بالأمن الوطني، مرة يقولون بالأمن أمن الحشد الشعبي، مرة ينفون وجوده، وهذا عملية حقيقة مخالفة للقانون، مخالفة لجميع الأعراف وحتى الأخلاق الإنسانية. يا عزيزي الموقف واضح، هو دكتور ميثم تم اختطافه على هامش الأحداث الأخيرة، قضية مو قضية عداوة شخصية أو نحاول نبحث عن مثل ما صار بالكثير من القضايا الأخرى. الرجل تم اختطافه لأنه ناشط مدني مدون معروف،
دكتور حقيقة عقل تنويري فذ يتكلم بالقضايا التنويرية، عنده جرأة غريبة على نقد الموروث الثقافي، على نقد الانحرافات الفكرية. هذا الرجل أكيد تستهدف العقول الظلامية. المشكلة بالعراق ولما يصير اختطاف تتقابل من؟ هو المختطف يعني إنسان شبح غائب ما ممكن تعرفه. الجهة المسؤولة لا تقبل تعترف بوجوده ولا تقبل تمارس مسؤولياته، تتحمل مسؤولياته حتى تقول هو وين. يعني من المعروف أنه الإنسان بأي بلد يحترم محترم ويحترم نفسه، لما يختطف أكو جهات مسؤولة عن البحث عن المختطفين، هم جهاتنا المسؤولة لا يقولون هو وين ولا يسوون أي جهد، يمارسون أي جهد ونشاط حتى يبحثون عنه. يعني إحنا عايشين حالة ضياع الحقيقة، أي واحد يضيع أو يتغيب يروح. نعم طبعا مضت 15 يوم لاختطاف أو الاختفاء القسري للدكتور ميثم الحلو، وكان معه الأستاذ المهندس الاستشاري عقيل التميمي، ولكن تم إطلاق حرية سيد عقيل التميمي وبقي ولا نعرف ما هي الأسباب. وطبعا هذا مسؤولية الحكومة، لأنه إذا كانت هنالك مجموعات تعمل باسم الحكومة أو تعرفها الحكومة ولم تكشف عنها، فهذا دليل على أن هنالك تواطؤ، دليل على أن هنالك عدم اهتمام بأرواح المجتمع العراقي، أفراد المجتمع العراقي، كفاءات المجتمع العراقي. وهذا يذكرنا باختطافات سابقة، الأستاذة الصحفية أفراح شوقي في يوم 26/12/2016 تم اختطافها لتسعة أيام ولم يعرف، ولحد الآن لم يحاكم هؤلاء الذين اختطفوها. وعندما لا تكشف الجرائم سوف تكون للمجرمين إمكانيات أفضل لعودة أعمالهم الإجرامية. فلذلك أن هذا الاختطاف بقي 15 يوم، ولحد الآن هذا اليوم من أجل تذكير الحكومة، تذكير المجموعات بأن هذا الاختطاف له علاقة بالحراك الجماهيري وله علاقة بحرية التعبير. فمحاولة تكميم الأفواه وقتل حرية التعبير في دولة يسمى ديمقراطية، فأهم قضايا حرية التعبير في الدولة الديمقراطية هي الصوت، وهذا محاولة لتكميم الأصوات. ونرجو من الحكومة، إذا كانت وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأمن القومي وغيرها، كلها يجب أن تكشف عن هؤلاء المجرمين سابقا وحاليا. فجلال الشحماني ذهب لا نعرف عنه، ومجرمي أفراح شوقي الذين خطفوا أفراح شوقي والشباب الستة وغير ذلك. فلذلك ندعو الحكومة إلى الكشف عن هؤلاء، وأيضا إطلاق حريته، لأنه قد يكونون مجموعات تتعاون أو تغطي عنها الحكومة. هاي الوقفة الاحتجاجية للمنادات بالكشف عن مصير الدكتور ميثم الحلو. دكتور ميثم الحلو لمن لا يعرفه، لو أنا ما صارك أحد ما يعرفه، هو بروفيسور في الأمراض الجلدية، يعني هو اللي ينطي يوقع درجة البورد اللي يتخرجون من البورد العربي والعراقي، يا أمة محمد، يا أمة علي، يا أمة الإسلام، يا أمة عيسى، يا أمة موسى، هذا هو اللي وقع شهادات التخرج مالت البروفيسورية مالت العراق. زين عوفك من هاي، هاي جانب، هاي واحدة من عدهن. الثانية أكو شيء اسمه عالميا مجموعة العقلانية، هاي شنو؟ هاي بعيدة عن التفكير الأيديولوجي، بعيدة عن التفكير الحزبي. اتعلم الإنسان شلون يفكر بعقله، شلون يقرب الوجهات النظر، يحتوي الجميع. واضح هذه أهمية الدكتور ميثم الحلو. أوكي، هسه اللي صار إيش؟ هاي الوقفة ليش كلها؟ انتوا لو تباعون هنا، أنا اكو شيوعي، اكو صدري، اكو لا منتمي، اكو مجرد اكاديميين، اكو مجرد مثقفين بدون اي انتماء. هذا ميثم الحلو،
ما يت... إذا أكو أحد ممكن أن يجمع الناس ومحبة ما يتم الحلو. أما بالنسبة لهذه التظاهرات بعد ما خلصت، هذه التظاهرات ما كان إلى موقف يعني أبدا، هو صار له سنة كاملة منقطع عن الكتابة، سنة كاملة ما منطي أي تصريح ولا أي شيء، حتى منقطع عن المجموعة مالتنا اللي أنا هسه بيها بمكانه. تعالوا خذوني عيوني، تعالوا خذوني أنا أفدي، تعالوا خذوني بمكانه وطلعوا طلعوا البنات. الله أكبر. زين ما علينا، هسه نرجع الموضوع. الولد ما منطي أي تصريح ولا إلى موقف من هذه التظاهرات الأخيرة، لكن إذا أكو أحد ممكن أن يهدئ غضب الشباب هو ميثم. فإذا أنتوا أوادم وتريدون تلموها على وجه وتليموها وتكفون الدم، طلعوا ميثم، طلعوا ميثم، عاد طلعوا ميثم، يعني ميثم وباقي الشباب. بس إذا أكو أحد أكو دماغ يقدر يلم هذه الأفكار اللي واحد يضرب بالثاني هو ميثم. ميثم ما يفكر مثل الناس، ميثم يفكر يعني أنت تفكر طول وعرض، أنا أفكر طول وعرض وارتفاع، ميثم يفكر بخمسة أبعاد. يا ناس يا ناس، هذا دماغ مو أي إنسان. فما أدري بعد بكيفكم، العالم يطالب بي، إذا أنتوا تضحون بي والله معناه أنه هذا غباء من عندكم وانتحار سياسي والبلد راح يطيح وطاحتكم حظ جاباتكم. السلام عليكم. أنا دكتورة وفاء الحلو، أخت دكتور ميثم الحلو. كل ما أقول أنه أخوي وباقي المعتقلين كلهم نفس السيناريو، اختفاء قسري من دون أي مذكرة اعتقال، يعني رجل بغض النظر عن المسميات اللي هسه سمعتوها، بروفيسور وكاتب وروائي باحث، كلها هاي يعني ما تهمني. صح مشتركة وياه بالأخوة، لكن هو إنسان، إنسان هو أب وزوج وعنده عائلة، هو أخ رائع، كل اللي عنده إنه هو طيبة قلب. و لا أنا أحكي لأن أنا ضعيفة، أنا مو بقوة ميثم بصراحة يعني، لكن عمره ما أذى واحد بصراحة يعني. أتمنى لو كان إلى ذنب بفد شيء يعني، أتمنى لو واحد من اللي أخذوه يقولوا لي على ذنب واحد أوكي أنا راضية يعني، خلي يصير إلى فد ذنب، خلي يكون أكو فد سبب للاعتقال، خلي يحاكموا، ماكو فد مشكلة، بس مجرد إنه خل أطمئن إنه أخويا على قيد الحياة. أعتقد هذا أبسط حقوقي يعني، أنا أطمئن. اليوم 15 يوم بالضبط يعني، هذا اليوم 15 قبل أسبوعين، لأن من يوم 17 يعني كمل عيادته عادي ونزل بالضبط بالسبعة وربع، ما وصل السيارته أصلا، السيارة باقية بالجراج، ورأسا الطبيب اللي وراه نزل يعني استغرب إنه السيارة موجودة هو ما موجود. نعم نعم طبعا طبعا، إحنا مباشرة ثاني يوم زوجته دكتورة هدى وبقية أخواني دكتور علي ودكتور حسين وأخويا الصغير أستاذ عمار، كلهم ما خلوا مكان يعني، لا تتوقع أكو في جهة رسمية ما وصلنا لها. أنا دكتور حسين الحلو، شقيقة الميثم الحلو، بس رسالتي أنه أمن المواطن هي مسؤولية الدولة ومسؤولية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية شخصيا، أنا أحملهم المسؤولية كاملة وبالشخص همين. مسؤولية أمن المواطن هي مسؤوليتكم أنتم، من يصير اختطاف هاي مسؤولية الدولة، هذا دا يصير الاختطاف، عمليات الاختطاف دا تصير مبرمجة وممنهجة. يعني تصوروا أنتم إذا أكو مسؤول بالدولة يقول لك هاي والله جهة حكومية شبه رسمية، يعني جهة أمنية حكومية شبه رسمية، إذا صايرة هيك يعني معناها أنا أقدر أفتح من جهة أمنية أستحصل بها موافقات وخلص تصير شبه رسمية، أقوم أعتقل بالعالم محقق ويا العالم بتهمة شنو؟ تهمة وطنيته؟ بالتهمة مالته أنه هو عراقي؟ يا أخي إلغوا الجنسية العراقية إذا هيك، هجرونا خلنا نروح البلاد العالم الواسعة هاي. أنا أحملهم المسؤولية شخصية، هاي الجهات الحكومية
الأمنية إذا كانت غير منضبطة فهي مسؤولية رئيس الوزراء، هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية. أما إذا يقول إنه هي جهة أمنية حكومية شبه رسمية، فقل لنا هاي الجهة، وشلون أكو جهة أمنية حكومية شبه رسمية؟ خلنا نفتهم. أنا بالنسبة لي عندي مكالمات موجودة ويا ضباط وبالأسماء، كلهم أكدوا وجوده. هاي تحذير للحكومة، خاف عباركم تغيبون ميثم الحلو ما يتغير، وخاف عباركم تلفقوا له تهمة، هم تلفيق التهم ما يمشي علينا. شو تريدون تقولون قولوا. أنا بالنسبة لي أخويا صار له مغيب 14 يوم ما يخالف، أنا دا أمشي لحد الآن بالأطر القانونية. أنا إذا توصل الدرجة أستدعيهم ذول الضباط كلهم، والمكالمات موجودة، وخلي ينكر. إذا ضابط بجهاز أمني كبير وعلى مستوى عالي من المسؤولية ويقول لي إيه موجود بس ما يعلمني بالجهة هاي موجودة، معناها إنه هاي يعني حكومة فالتة. ماكو انفلات أمني واضح. قولوا فشلنا، اطلعوا من المسؤولية. إذا أنتم مو قد المسؤولية ومو قد مسؤولية حماية الشعب اطلعوا. ما محتاجين إحنا شركات أمنية تجينا تحمينا، ولا محتاجين شركات أمنية أو جهات أمنية تجينا من خارج العراق أو من داخل العراق، ما أريد أسمي زين، هي اللي تدور ومثل ما نقول وتستلم زمام الأمن بلدنا. لا، إحنا نقدر نحمي نفسنا بنفسنا، وشبابنا واعي، كل المغيبين وكل المختطفين وكل المعتقلين افرجوا عنهم. أنا أحكي بصورة عامة وبصورة خاصة على ميثم، إذا عندكم دليل عليه وجهوا للقضاء وقولوا هاي المادة القانونية اللي هو احنا معتقلين عليها. أما ما عندكم اطلقوا سراحة، وطلقوا سراح جميع المغيبين والمختطفين، احتووا غضب الشارع لأن وصلت نهايتها، ترى وصلت للزردوم مثل ما نقول احنا. المنظومة السياسية كلها غلط بغلط، كلها بيد إيران. عمي خلينا نحكيها بصراحة، كلها بيد إيران. ما بقى بس قاسم سليماني يجي يقعد على الكرسي. قاسم سليماني ايش حكى؟ عبد المهدي حكى مكانه، فلان حكى، عمي كافي ملينه. ما يصير هيك. يوميا خاطفيننا واحد لانه عنده ادله عليكم، وعنده ثبوتيه مثل الاستاذ ميثم الحلو، عنده ادله عليكم انه انكم خونه. افرجوا عنهم. من اين نبتدي؟ من 2003 هذه الساحه اولادنا هجرت قتلت، لا صناعه لا زراعه لا تجاره. اليوم غيبت الكفاءات. انا اخويا استشهد، عندي 18 شهيد، ابو البصره اخويا، ابو النجف، ابو دياله، واليوم استشهد بساحه التحرير. اين المتغيبين؟ اين الكفاءات؟ اليوم ابو الدول قاعد على الكرسي، ابو البيتنجان اللي لا يقرا ولا يكتب. احنا المثقفين نبني العراق، اليوم نبني العراق احنا. هاي الكفاءات كافي، ضيعتوا البلد، ضيعتوا الوالد، ضيعتوا المال، ماذا فعلتوا بالعراق؟ من 2003 لا صناعة لا تعليم لا زراعة، تهجير. الله أكبر. أطلب من هاي القناة وعلى الشعب العراقي يوم 25 ينزل إلى ساحة التغيير، ونأتي بتغيير الدستور، ليس لغيره بأي أشخاص. الحرامية سرقوا قوت البلد. الله أكبر. ويبقى العراق للعراق. عاش العراق عاش العراق عاش العراق. احنا عايشين، المفروض احنا عايشين بدولة قانون، دولة دستور. الحريات هي اهم شيء للانسان. الانسان يخاف من المجهول. احنا عايشين بخوف وقلق وضياع من يوم 7 الى حد اليوم. ما نعرف مصير اخويا شنو ذنبه اخويا. انا كتبت بالفيسبوك، كتبت لهم ان ذنبه عراقيته، ذنبه انه هو شال هم البلد، شال هم الناس الفقراء. هو انسان متمكن ما محتاج احد، لا محتاج سلطه ولا محتاج فلوس، ما محتاج اي شيء. يعني اذا كتب عن هموم الفقير وعن هموم الجائع، يعني صارت تهمه هسه هذه، شنو اللي اذنبه؟ اذا عندهم شيء ضد اخويا المفروض خليه يقدموا للقضاء. احنا مو دوله قانون، مو عندنا دستور، مو عندنا قضاء عادل يفترض.
المفروض ما مسيس. تغييب الاشخاص بهالطريقه هاي هو تغييب لكل شرعيه لهم، لكل شرعيه هم يستمدون شرعيتهم من عندنا. احنا اعطيناهم الشرعيه بالانتخابات، يعني ما اعرف شنو اللي ممكن نسوي احنا. كل مجهول هو خوف، وخوف اعظم هذا، انه احنا يغيب اخويا بهالطريقه هذه، يعني هو امر يعني ما اتصور لك. يعني تقول لي هو بفلان مكان ممكن يخفف علي، انا مكالمات اصدقائه، مكالمات المحبين مالته، من يخابروني يعمقون شعوري بالحزن، يوضحوا لي عمق الهاويه اللي احنا واقعين بها هسه. اخويا كمل شغله بالعياده يوم 7 بالشهر، وبعد مغادرته للعياده في متوجه الى السياره، وبعد ما عرفنا عنه ايش. حسب ما سالنا قالوا ان سوق الشرطه الرابعه يعني هو سوق شعبي، والدوله شاهدت التجاوزات الموجوده، فقالوا انه الكاميرات يعني ما اعرف اكو كاميرات ماكو، ما حصلنا شيء احنا من هذا الشيء، وهي هاي مسؤوليه الدوله المفروض. يعني انا اروح ادور الكاميرات، هم دورنا احنا بس ما حصلنا شيء. رحت المراكز الشرطه، رحت الجهات الرسميه، رحنا لكل شيء، رحنا لحقوق الانسان، رحنا عمليات بغداد. زين بس هم يعني ما تعرف. ما هي مطالبك؟ انا اطالب بالافراج عن اخي اولا، وعن كل المعتقلين وكل المغيبين بهالطريقه هذه. عندكم شيء عليهم؟ يعني شنو يعني هو لو سانته، لو اكو جهه سانته عندها ميليشيا ممكن يندقون به هيك؟ لو لان عراقي مواطن يمارس حق المواطنه، يمارس حريته بصوره طبيعيه، هو منقطع عن الشان السياسي ما يقارب اكثر من سنه. خليه يحولوا القضاء، احنا شنو عندنا؟ ما عندنا شيء نخاف من عنده، نخلي له محامي ونشوف التهمه مالته، اذا عنده شيء خليه يحاسب القانون. بس تغييبه بهالصوره هذه هو امر غير صائب، امر خاطئ، اجرام بحق الانسانيه. أنا دكتورة هدى، طبيبة أخصائية تخدير، وأنا إنسانة معروفة، وزوجي إنسان معروف كونه هو استشاري بالأمراض الجلدية، وطبيب معروف من وعنده أعماله ونشاطاته الطبية وبحوثه اللي لا تعد ولا تحصى بصراحة، وعنده نشاطات أدبية وفكرية اللي هي يعني من حقه كهواية. وعندنا شيء يعني أنا أحب أقوله، إنه إحنا الوطنيين الحقيقيين، لأن إحنا هاي فترة التسعينات، فترة الألفينات، وبكل هاي الظروف ما طلعنا من العراق، وكل زملائنا وجماعتنا يمكن 90% من عندهم هم طلعوا خارج العراق لأي ظرف من الظروف. إحنا القلة البقينا، فهو ثروة علمية، هو إنسان عالم بشغله، عالم يعني حقيقة هو عالم، يعني أنا مدى أبالغ، وطني حقيقي، وهذه تثبت وطنيته بالمساعدات اللي قدمها للموصل، المساعدات اللي قدمها للموصل، بالموصل وده مساعدات وإغاثة، وراح هو بنفسه. والله ماكو اي تهمه، ماكو اي تهمه، بالعكس المفروض يكرم، المفروض يعني يتخلى كرمز للعراق، يعني حقيقه حقيقه ما اعرف شنو اي تهمه، ماكو التهمه للمجرمين. هو انسان عالم، هو انسان باحث، هو انسان قدم خدمه للعراق، خدمات. احنا كنا بحب العراق، يعني هذا نتيجة حب العراق، يتحدث بوطنية وبحب للوطن. سارق ما يحاسب؟ لا ما الحمد لله ما سارق في سمعت وأنا... في يوم انت سارق حاسبه؟ لا ما يحاسبون الشريف. زين سراق الوطن وسراق الشعب وهاي ما يتم حسابهم، حتى الاغاثات يحاسبون العراقي، يحاسبون الوطني، يحاسبون الشريف، يحاسبوه حتى على نسبة الهواء اللي يتنفسها. هاي ذنب ميثم انه هو ما يقدر يعيش خارج العراق، هذا ذنبه. ايش قد الفرص اللي اجته انه هو يهاجر ويغادر العراق وهاي؟
على قولته يقول انا اخر واحد اقفل العراق بالمفتاح وهاي بالقفل واسلم المفتاح ويلا اطلع. هذا ميثم الحلو. جايين ذولا خلينا نقول هاي الجهات المنفلته زين تغيب ميثم؟ ميثم ما يغيب. ميثم الحلو، أناشد رئيس الجمهورية السيد برهم صادق ورئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي بإطلاق سراح والدي وجميع المختطفين من الناشطين السياسيين والناشطين المدنيين والإعلاميين وجميع المعتقلي هذه التظاهرات اللي ما كان لهم ذنب غير أنهم أدلوا بآرائهم وطالبوا بحقوقهم، واللي نص على الدستور اللي انتم اقريتوه انه كل انسان له الحق انه يعبر عن رايه وله الحق انه يكون مامن على نفسه وحريته. اتمنى انه بس تطبقون الدستور اللي انتم اقريتوه وانه تبطلون هذه السياسه مال الارهاب والترهيب وترويع الاهالي وكافي عود كاذبه لي يعني الناس جميعا. أكدت أكثر من مرة أنه أنتم راح تطلقون سراح جميع المعتقلين فورا وما تحقق هذا الشيء. أتمنى أنه تستعيدون ثقة الشعب العراقي بيكم. أبو محمد ورافل بن عم فيصل. احنا واقفين هنا وقفة احتجاجية بخصوص خطف الدكتور ميثم الحلو ونطالب يعني ونترجى من الحكومة تتدخل ويعني الخاطر اولاده الخاطر الشهادة اللي هو حاملها وهو دكتور واديب يعني ما الى اي ذنب. يعني شنو الذنب اللي يقتطفه؟ شنو الذنب اللي ارتكبه هو؟ غير واحد يعرف شنو الذنب اللي ارتكبه. مجرم واخذتوه يعني حرام والله حرام حرام. يعني الخاطر شهادته والله هذا ظلم هذا ظلم يعني ما يقبل به لا الانسانيه ولا يعني الخاطر شهاده. نترجى تدخل من سياده رئيس الوزراء ان يتدخل ويخرج لنا الدكتور الخاطر الشهاده اللي هو حامله. من العيب على دولة رئيس الوزراء أن يخرج على شاشات التلفزيون يقول لا علم لنا باختطاف الناشطين. الإعلام كله كتب عن دكتور ميثم الحلو طبيب استشاري يحب بغداد يحب العراق ضحى من أجل بغداد ضحى من أجل العراق. أنتم من أتيتم على الدبابة الأمريكية تحكون باسم الديمقراطية، أين الديمقراطية مالتكم؟ أنتم كنتم تطبلون عن نظام صدام وتقولون صدام المقبور. أنتم أتعس من سوا صدام. أنتم مجدتم لصدام. لا يوجد أي شيء ضد ميثم الحلو. إذا وجدتم أي شيء قدموه للقضاء، خلنا نعرف شنو مصير ميثم الحلو، شنو اللي سواه ميثم الحلو؟ هل وجدتم في عيادتي أي شيء يثبت جرمه؟ أريد نعرف. صار له 15 يوم ما حد يدري بيه وين، شنو زوجته أطفاله بناته صار 15 يوم في كابوس، شنو ذنبه؟ هل حب بغداد هذا اللي عمل بيه؟ شكرا. لا يوجد من يشير إلى أنه هو أين موجود أبدا، ولا أحد يعرف به، ولا توجد مذكرة اعتقال بحقه، لا يوجد أي شيء يثبت ميثم الحلو أين هو حاليا، يجهل مكانه ولا علم لنا أين هو. نحمل الدولة مسؤولية اعتقال ميثم الحلو. إذا كانت هي دولة زين فخلي تبرز أين هو ميثم الحلو. احنا اليوم جايين هنا نطالب خروج دكتور ميثم، يعني بس نريد نعرف هنا هاي مكانه وين وليش اعتقلوه. احنا نريد نعرف يعني هو من اعتقلتوه بأي تهمة لأي سبب. يعني دكتور ميثم الكل يعرفه دكتور مثقف روائي شاعر وكاتب ومدون، إنسان ذو معرفة علمية كبيرة ورمز من رموز العراق. يعني دكتور ميثم
كان قبل ناشط في 2014 و2015، لكن حاليا في هذه المظاهره صار اكثر من سنه هو ترك هذه الفعاليات كلها. نريد نعرف سبب اختطافه شنو، او سبب اعتقاله شنو، مكانه وين، تنطالب بافراجه، عائلته تعيش في ظرف كلش صعب، نريد احنا نعرف مكانه وين. نطالب من رئيس الوزراء، من رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، نريد نعرف مكان عمنا، مكان أبنائنا، مكان بقية المتظاهرين، بقية الناشطين، بقية الإعلاميين، شنو ذنبهم؟ أنتوا ليش معتقليهم؟ بدون تهمة، بدون أي شيء رسمي، بدون أي شيء قانوني. فنطالب من هذا المكان بإطلاق سراحهم حاليا. أنا خالة الدكتور ميثم، وأني عايشة وياهم 5 سنين، وأني مثل أمه. أني هم كلهم عائلة، كلهم أطباء، وما يعني صار له سنة وكل شيء ما يكتب، كل شيء ما يحكي. أتمنى يعني أتمنى يطلعوه من عيادته، من كمل وطلع من عيادته أخذه. نحن هنا في قلب بغداد لنطلق صرخة استغاثة لكل العالم. ما يحصل اليوم هنا في بلدنا يستحق وقفة جماعية من كل العالم، من كل الشرفاء في هذا العالم، لإيقاف ما يحصل من عملية انتهاكات، ما يحصل اليوم من تغييب العقول العراقية، من تغييب هذه المواهب والنفوس العراقية. إنه الطبيب ميثم الحلو، الكاتب والروائي العراقي، غيب بعد أن كان متواجدا في عيادته. اليوم نطالب الحكومة ونلزمها بضرورة التحري والكشف عن مكان ميثم الحلو، عائلة ميثم الحلو، وكل المحبين، كل العشاق، وأيضا اتحاد الأدباء، وأيضا نقابة المحامين. نرفع أصواتنا ونحمل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ونحمل المؤسسات الأمنية، عليهم أن يخبرونا أين هو ميثم الحلو. أحب أؤكد بأن هذه الوقفة الاحتجاجية لكل المغيبين، دكتور ميثم، صفوان المحامي علي الخطيب، المغيبين، لأنه ما حد يعرف وين هم. أتمنى يوصل صوتنا لكل العالم. ميثم الحلو موضوع أصبح دولي، فأتمنى أنه يطلقون سراحه بأسرع وقت. أتمنى يطلقون سراحه قبل يوم 25، لأن إذا ما انطلق سراحهم قبل يوم 25 ما أعرف شنو العواقب راح تصير. عراقيين ووطنيين يدافعون عن بلدهم، يطالبون بحقوقهم، هاي التهمة الوحيدة. ونتعلم غير ايش نسوي. ويا من بعيد طلعنا كلنا. ولا جاء. مصور يمك باور.